لا راح نحكي عن دوري الخليفي، دوري الفرنسي. بالله عليك قبل ما يبلش الموسم، تعرف مين بطل الدوري ولا لا؟ باريس سان جيرمان 5 على مونبلييه، مباراة من طرف واحد. طبعا هو دوري كله من طرف واحد، بتوقع باريس فاز على مونبلييه 5-2. المباراة شهدت تضييع مبابي لركلة جزاء. حاسس مثل ما الكل عم بشوف انه في شرخ واضح بين نيمار ومبابي. مبابي اهدى ركلة جزاء، تحصل على ركلة جزاء تانية، تقدم نيمار للتنفيذ، مبابي اجى بده الطابة وصار في حرض وصار في زعل. اقاويل وصور عم شوفها انه دائما ميسي ونيمار مع بعض، مبابي بعيد عنهم. في شرخ واضح بين اللعيبة النجوم الثلاثة. يعني مبابي عم تحرض على ركلة جزاء وانت رافض نادي مثل ريال مدريد، فرحان انه مسجل على مونبلييه. امره غريب، يعني انت نجم وعندك بهالعمر بطولة كأس عالم وبدك ابطال، يا اخي روح الجماعة بدهم اياك. غريب امرك. اذا مونبلييه تلقى 5-2 من باريس سان جيرمان. مارسيليا بيتعادل مع بريست 1-1، موناكو بيتعادل مع سادرين 1-1، وتأجلت لعبة ليون بتوقع مشان ملحق دوري ابطال اوروبا. يعني ما في شيء بالدوري الفرنسي ممكن تحكي عنه غير انه نيمار سجل، مبابي سجل، ميسي اللعبة ما سجل، اللعبة الماضية سجل. هاي هي. راح هلا راح ينتقل على الدوري الإيطالي. بإيطاليا افتتاح الموسم بالنسبة لبطل الدوري اي سي ميلان كان جيد. فاز على اودينيزي بنتيجة 4-2. أول هدف جاء من ركلة جزاء. الفوز طبيعي، اودينيزي مو برتبة اي سي ميلان، لكن إذا بدك تنافس بالدوري الإيطالي يا اي سي ميلان بدك شوي تعزيزات. اقل شيء بدك لاعب وسط، جناح شمال، وبدك رأس حربة. غير هيك صعب تنافس فريق مثل الانتر وفريق مثل اليوفنتوس اللي اليوم اتم صفقة مهاجم عمره 18 سنة، تنبؤوا فيه انه راح يكون ممتاز. يعني ميلان تمام، فزت اول لعبة، عندك لعبة ثانية وثالثة. بتوقع بهالسكواد هذا ما يحسن يكمل منافسة ولو يعني للقسم الثاني من الموسم، بتوقع بيحتاج تعزيزات. اذا ميلان بيفوز على اودينيزي بنتيجه 4-2. الوصيف انتر ميلان الافاعي، القطب الثانيه مدينه ميلانو، عم بيفوز على ليتشي بنتيجه 2-1. الامانه يعني مباراه متوسط المستوى، ما في خصم اللي يفرجيك مستواك الحقيقي، والاهم بهيك مباريات هي النقاط الثلاثه واللي طبعا تحصل عليها فريق الانتر. بدايه جيدة، وبالأيام راح نشوف الرتم راح يتصاعد، لأني طبعا أول مباراة بالسيزن لسه، وتعاقدات جديدة واللعيبة لازم تتوالف، التوليفة أهم شيء. طبعا الإنتر فاز على ليتشي 2-1. السيد العجوز يوفنتوس يفوز على ساسولو بنتيجة 3-0، نتيجة جيدة ببداية الموسم وراح يرفع سقف الطموح عند الجماهير اليوفي. إذا فترة ما بعد رونالدو و راح يرجع ينافس على الألقاب، طبعا شفناهم نزلوا بمراتب منيحة الموسم الماضي، بتوقع اليوفي راح يطالب بحقه بالمنافسة وبشراسة السنة. إذا الميلان ما جاب تعزيزات راح نشوف منافسة بينه وبين الإنتر، بين اليوفي وإنتر. طبعا إذا مورينيو قال حكي تاني مع روما هذا الشيء ما بنعرفه. وعلى ذكر مورينيو، روما عم بيفوز على سالارينتا بنتيجة 1-0. ذئاب العاصمة مع التعاقدات الجديدة حققوا أول 3 نقاط، مثل ما حكينا نفس الحكي على إنتر ميلان. لسه ما بتحسن تحكم على حدا، لا عندك خصم عم تواجهه يكشف لك عيوبك، لا أنت بنص الموسم لتعرف مستواك وتعرف كذا. الفريق جديد، عناصر جديدة، وشفنا إنه روما جاب أكثر من لاعب، ولا تنسى إنه وقع مع ديبالا الأرجنتيني. روما ممكن يكون منافس لفترات معينة من الموسم، لاني السكواد اللي عنده يعني ما فيه جودة طبعا الا اذا مورينيو استخدم واحيا روح بورتو القديمة ونافس. طبعا تذكروا اخذ مع بورتو دوري ابطال وصنع نجوم بهذاك الفريق، ونشوف ونحن منتظرين موسم جميل ان شاء الله من روما. ختام مباريات الدوري الايطالي ممكن نحكي عن نابولي اللي هزم هيلاس فيرونا بنتيجة 5-2. مع الدوري الالماني، الدوري الألماني بايرن ميونخ بيفوز على فولفسبورغ بنتيجة 2-0، نتيجة مفاجئة للأمانة. متعودين 5 و6 و8 و
قليل. إذا بايرن ميونخ بيفوز على فولفسبورغ بنتيجة 2-0. باير ليفركوزن بيخسر من أوجسبورغ 2-1، بينما بروسيا دورتموند عم بيفوز على فرايبورغ بنتيجة 3-1. هذا كل شيء ممكن نحكي عن الدوري الألماني، دوري البايرن اللي راح يحسم اللقب بكير كتير وعلى مع كلامي. وطبعا نتيجة مفاجئة انه بس 2-0، والله انا استغربت. هلا راح نحكي عن الدوري التركي. الدوري التركي حامل لقب ترابزونسبور عم بيفوز الاسبوع الثاني على التوالي، وهالمرة بارضه فاز على فريق هاتاي سبور بنتيجة 1-0. فنربخشا الوصيف عم بيهزم قاسم باشا بنتيجة 6-0. بشكتاش كان عم بيلعب مع الانيا سبور، تقدم 3-0 اخر دقيقة بالشوط الاول. الانيا سبور بيسجل هدف من ركلة حرة مباشرة بيرفكت، يعني بشكل جميل. بيخلص الشوط الاول 3-1 وتنتهي المباراة 3-3، يعني فريق تقدم 3-0 وطلع من المباراة 3-3. جالاتا سراي عم بيخسر من جيرسن سبور بنتيجة 1-0. زين ترابزون حقق 6 نقاط، حاليا هو المتصدر، حامل لقب، فريق جيد، عنده عناصر ممتازة، وما في حدا ممكن ينافسه أكثر من فنربخشة حاليا. كمان فنربخشة تعادل الأسبوع الماضي، لكن فنر عم يقدم طابع حلو للأمانة، وراح نشوف صراع بين الثنائي، وفي كمان فرق ممكن تنافس، لكن الأبرز حاليا ترابزون وفنربخشة من وجهة نظري. وصلنا للدوري الإسباني. ريال مدريد بطل أوروبا، بطل السوبر الأوروبي، بالمناسبة الحبارك لجماهيره العريضة. بطولة السوبر الأوروبية بعد فاز على إنتراخت فرانكفورت نتيجة 2-0. كنا واعدينكم بفيديو، ولكن للأسف الظروف ما سمحت لنا نصور. خلينا نستغل المناسبة ونقولكم ألف مبروك السوبر الأوروبي. ما هو شي جديد عليكم، ريال مدريد كل يومين ثلاثة بياخذ اللقب، نادي كبير، الله حي الشباب. بعد ما كان متخلف بنتيجة 1-0 أمام الميريا، ريال مدريد بيرجع وبيفوز بنتيجة 2-1. التشكيلة كانت غريبة، أنا عم بحكي على الوسط، يعني كازاميرو ومودريتش ما متعودين إنه يضلوا على الدكة، وشارك بتشاوميني وكامافينجا كأساسيين. شفنا فيه تقل، يعني ما فيها السلاسة والبساطة. ريال مدريد ما بيعطيك طابة معقدة وبياخده، ريال مدريد بيلعب طابة كتير سهلة وسلسة، وهي السهولة والسلاسة اليوم ما شفناها بمباراة الميريا. ما بعرف، أنشيلوتي حب يغير، حب يجرب كذا، لكن رجع بعدين وأشرك كل من مودريتش وكاسيميرو. وطبعا لا ننسى الهدف الجميل سجله دافيد ألابا، أول كرة بينزل الزلمة على حرة مباشرة بسجل هدف الفوز، ولعبوا شد ما بتكون، تقدموا قديش ما بتكون، بالنهاية ريال مدريد راح يفوز. زين بطل الدوري الإسباني افتتح الموسم بيفوز على الميريا بنتيجة 2-1. هلا مع برشلونة ورايو فاليكانو. برشلونة قبل اللعبة بيوم بيومين اللاعبين ما كانوا مسجلين الصفقات الجديدة، فعلوا الرافعة الرابعة قيمة 100 مليون يورو، تسجلوا كل من كيسي وكريستيانسن، عثمان ديمبلي وسيرجيو روبرتو وليفاندوسكي ورافينا. باقي عندهم كوندي راح يسجلوه، وهذا يمكن بخروج لاعبين او بتخفيض راتب ديونج. بالمباراة ما بعرف، كانت التشكيلة غلط، يعني الاعتماد على بوسكيتس طوال 90 دقيقة، يا اخي ليش؟ تمام بوسكيتس حبيبنا وصاحبنا، بس ما بصير، يعني عندك بالشوط الثاني ما لك، يعني كان لازم يتبدل بوسكيتس للأمانة. اخر 10 دقائق ما بقى زلمة، ما بقى يلعب كرة قدم، صار كل طابة فول، عمل فول بنص الملعب اخذ كرت، وعمل فاول على حافة الجزاء واخذ كرت تاني وانطرد من اللعبة. ليش؟ لان الزلمة جسمه ما عاد يساعده، اضطر يعمل غلط مشان ما حدا يمر منه ويتسبب بهدف. في كان خطأ بالتبديل، وشفنا النقلة النوعية اللي عملها ديونج لما نزل. الزلمة يعني عمل شوية هدوء بالملعب وصار في نفس هجومي اكتر. شفنا كريستيانسن عم بيضرب منطقة الجزاء تبع رايو فاليكانو، ليفاندوسكي كان وحيد، ما كان في هالمساندة. طبعا الزلمة اضطر لفترة من الفترات يرجع لورا، ينزل لتحت الصندوق ليستلم طابة. عثمان ديمبلي كان متسرع، رافينا كان متوتر، جافي كيب عن اللعبة للأمانة، وبيدري كان وحيد بعض الشيء. بالنسبة للدفاع انضرب كذا مرة، لكن شتيجن أنقذ الموقف مرة ومرتين.
أروخو على الظهير اليمين مو جيد هجوميا الأماني، دفاعيا راح يفيد البرشا أكثر، لازم يلعب قلب دفاع، ولازم برشلونة يجيبوا ظهير يمين يعبي مركزه، وبدنا بدال ألبا كمان لاعب كابتن، جبنا لاعب بدال ألبا كمان زكاتك. رايو فاليكانو قدم مباراة تكتيكية مميزة، الزلمة أغلق المنافذ يعني دارس الخصم منيح، ولعبوا المباراة بروح وحماس، وما كان بدهم يخسروا، ما كان بدهم يخسروا، نجح إنه ما يتلقى هدف وحاول يخطف هدف لكن فشل، وبالنهاية المباراة خلصت 0-0. جماهير برشلونة زعلانة ما في داعي، يعني كمان تعاقدات جديدة والفريق بده فترة ليتعود على التكتيك، وخصوصي انه يفهموا على بعض. اللعيبه الجديده منزل لاعبين ثلاثه اساسيين مثل قلب الدفاع كريستيانسن، وعندك راس الحربه ليفاندوسكي، وعندك الجناح الشمال، بس ايش كان عم فكر تشافي لما بدل مراكز عثمان ورافين؟ ما كنت بعرف، خفضت جوتون شوي بعد التبديل بالمراكز، مع عثمان كان على الشمال ورافين على اليمين كان افضل اداؤهم، ما بعرف عمل تبديل مراكز بين الجناحين، يعني فكره انه يغير نفس الظهير راح يضل على الجناح تبعه، ايش فرق معه؟ ما بعرف. تبديلات تشافي ما كانت موفقه ابدا 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 ابدا، وحتى اختياره للتشكيله الاساسيه ما كان موفق. راح يكتشفوا الاخطاء ويصلحوها، انا متاكد من هالشيء. البرشا بعد التعاقدات عملوا ضجه اعلاميه صحافه كاتالونيا، وصار انت مجرد ما تشوف مباراه لبرشلونه متوقع انه يضرب بالثلاثه وبالاربعه وبالخمسه. لا يا اخي، لا اهدوا شوي، خلي الفريق يشبع ويتخمر وينسجم، بعدين طلبوا من النتائج. يعني لك سنه لك اربع خمس مباريات، نحن عم نحكي بعلمة الكوره طبعا، الزلمه ما عنده عصا اللي يقلب الوضع، ممكن الاسبوع الجاي يفوز ثلاثه او اربعه، يعني ما في شيء غريب، هي كره قدم. لكن كتكتيكيا انه لسه بده وقت، يعني اقل شيء اربع خمس مباريات ليصير في سلاسه بالفريق. اذا رايو فاليكانو برشلونه 0-0. افتتاح مباريات الليغا هالموسم جمع اوساسونا باشبيليا، اشبيليا خسر من اوساسونا بنتيجة 2-1. اتلتيكو مدريد فاز على ختافي بنتيجة 3-0. اصدقائي المتابعين، هاد كان كل شي معنا لهالاسبوع، ان شاء الله هيك غيرت شوي بالاسلوب، حاولت احكي شوي عن المباريات، بالايام راح نقلل عدد المباريات اللي عم نذكرها، راح نحكي بشرح اوفى عن باقي المباريات. بتمنى يكون عجبك المقطع، دعمنا بلايك ودعمنا باشتراك، زودنا بملاحظات خلينا نستفاد منك. نحن منا قناة كبيرة لكن رح نصل إن شاء الله بإذن الله، نحن حاطين هدف وإن شاء الله رح نصل له. كان معكم معتصم بالله لقناة وابتدينا، تبوا بأمان الله.